مع بداية أول أيام عيد الأضحى بدأت معها الطقوس الجميلة المصرية في الأكل والأضاحي، فتة وكبدة ورقاق، وزي ما كل بلد ليها طقوسها المختلفة كل محافظة مصرية ليها طقوسها مختلفة في الأكل في العيد. لكن بيتفقوا برضو في النهاية أن احنا هناكل فتة وهناكل لحمة على الفطار، لكن يفضل السؤال بقى إزاي نحاول نوازن الدنيا شوية، يعني نحافظ على طقوسنا الغذائية من غير ما يكون في ضرر، أضرار صحية زيادة في الكوليسترول. سؤالها جاوبنا عليه طبعا دكتورتنا الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد الصناعات الغذائية اللي منورانا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور، وكل سنة والمصريين كلهم طيبين وبخير وسعادة، وعيد سعيد على مصر كلها يا رب. اللهم امين. انا مش عايز اخوفكم منها، هي دلوقتي قالت ان انا مش هقول للناس افطاروا جبنة وشاي، صح كده؟ انا عايز اطمنكم بس في بداية الفقرة. ده حقيقي، احنا عندنا ثوابت وعادات وتقاليد. الله، فلازم ثوابت. دورنا كأخصائيين تغذية ومختصين بعلم التغذية نوضح الناس احنا ازاي الدنيا تعدي معانا بأمان وسلام. مش معقولة هاجي اقول للمشاهد ما تاكلش النهاردة لحمة ولا كبدة وناكل حتة لحمة مسلوقة، هيقول طفوا يا عم التلفزيون. احنا بالظبط كده، احنا كمصريين اتعودنا بنصحى يوم العيد الكبدة غالبا هي بتبقى يعني الطبق الرئيسي والاساسي على مائده الاسره المصريه. اولا الكبده من الاكلات المفيده جدا اللي غنيه بالحديد، بتقي من الانيميا، غنيه بفيتامين بي 12 المهم لصحه خلايا الدم الحمراء، كمان غنيه بالمعادن والفيتامينات اللي بتقوم مناعه الجسم، وغنيه بفيتامين اي كمان اللي بيدي نضاره للبشره والجلد والشعر. فالكبده كلها فوائد، ومفيش حاجه اسمها ان الكبده مركز السموم، بالعكس سبحان الله، او بيتخزن فيها السموم زي ما هو شائع. الكبده بتحول المواد الضاره او السامه للمواد الجسم يقدر يتخلص منها ويقدر يتعامل معاها، فهي مرحله انتقاليه ما بتخزنش فيها اي حاجه ضاره. بس مهم طبعا قبل ما ناكل الكبده تكون الكبده سليمه، ما فيهاش اي شكل مش طبيعي، تجمعات دمويه، حتت مزرقه، حاجه توحي ان هي مثلا فاقده الصلاحيه. طالما صح سليمه دي بتترمي بالظبط، دي بنخلص منها لو فيها لون مختلف مثلا. ده حقيقي. فعشان كده بنقول دايما نشتري الحاجه من المصدر الموثوق فيه. لا، احنا دابحين، هو مش بيشتري بالظبط. الناس دابحه في البيت. تمام. لو لقى فيها اي حاجه تجمعات دمويه مزرقه شكلها غريب مهريه طبعا بيتخلص منها. امال الكبده شكلها يفتح النفس وممكن تتاكل نيه كده؟ لا ما تتسبش، بس مهم واحنا بناكلها يبقى عليها عصره ليمون. ليه؟ الليمون بيرفع من كفاءه امتصاص الحديد اللي موجود في الكبده، يبقى جنبيها حزمه. وهي نيه ولا بعد ما تستوي؟ والله زي ما تحبوا. بس طبعا احنا بنفضل عمليه الطهي عشان لو في اي بكتيريا او اي ميكروبات الطهي ومع درجه الحراره بيتخلص منها، فبنفضل طبعا ان هي تتاكل مطهيه. اللي يعملها بقى اسكندراني، يعملها مشوحه، كل واحد وطريقته، بس مهم قوي يكون عليها عصره الليمون. لان انا بسال عصره الليمون عليها وهي نيه؟ لا لا لا، بعد الطهي ممكن، واحنا بنتبلها وممكن بعد الطهي. مهم جدا عصرة الليمون، بترفع من كفاءة امتصاص الحديد اللي موجود في الكبدة واللي بتتميز بيه الكبدة، حزم الجرجير جنب طبق الكبدة عشان الألياف اللي موجودة ما تخليش الكوليسترول يرتفع في الجسم. ده جميل عالي جدا. طبعا بينما احنا قاعدين مع حضراتكم دلوقتي في ناس دلوقتي بتشوح الكبدة، وكنا بنتكلم دلوقتي مع دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد الصناعات الغذائية عن طريقة تسوية الكبدة وهل ينفع ناكل كبدة كده على الريق ولا لا. فقالت ان دي ثوابت واحنا مش هنلعب في الثوابت، لكن ناخد بالنا من مجموعة أمور. ناخد بالنا من إيه يا فندم؟ ناخد بالنا من الكبدة لما تبقى موجودة على مائدة الأسرة يبقى في حزمة جرجير جنبيها، طبق سلطة، وجود الألياف في الوجبة الغذائية طحينة. بيقلل من ارتفاع طحينة. لا، ألياف مش طحينة. أنا ماليش بجد؟ هي بتتكلم في جانب، أنا بتكلم في حاجة تانية. أنت في جانب الأكل. بيقترح يعني بعض الأصناف جنب الكبدة. أنت في المنيو والدكتور في الصحة. أنا في المنيو. فالطحينة طبعا من الحاجات اللي غنية بالسمسم، والسمسم غني جدا بالكالسيوم ومفيد جدا لصحة العظام. فهي من الحاجات اللي مفيدة، فيعني توقعك في محله. ده حاجة تنور. الألياف اللي موجودة في الخضار بشكل عام بتقلل من ارتفاع الكوليسترول وبترفع من كفاءة الجهاز الهضمي. في بعض الفئات احنا بنقول لها بس في الكبدة تاكل وما تكترش، أولهم الحوامل، لأن الكبدة غنية بفيتامين A، وزيادة المتناول من فيتامين A بيؤدي لحدوث تشوهات للجنين. هناكل مرة كبدة بمناسبة العيد، ولكن ما نكسرش من تناولها خلال شهور الحمل. بلاش. ومين تاني يا دكتور؟ اللي عندهم طبعا نسبة كوليسترول عالية ناخد برضو مقدار مش كبير. اللي عندهم النقرس، لأن الكبدة من الحاجات اللي بترفع اليوريك أسيد في الدم.
هو أي طعام في العيد ناكله وما نكترش منه عشان صحتنا ما تتأثرش. طبعا احنا عندنا من الحاجات الشهيرة، انا عايزة قبل ما ندخل في الحاجات الشهيرة، احنا في ناس يعني احنا من الناس اللي بتفطر كبدة، بس في ناس بتفطر فتة، هل ده ليه مخاطر؟ الفتة من الحاجات الشهية واللذيذة، بس أنا نصيحتي نخليها لفترة الغداء، لأن الفتة الصبح كده الساعة 9 و10 الصبح، لا 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 يعني الساعة 12 و1، لا لا خلاص بعد الساعة 12 مفيش مشكلة، ولكن الصبح الفتة هتبقى تقيلة قوي. وقت الغداء أنا بقول الوقت الحلو قوي إن احنا نتناول فيه وجبات العيد أنسب وقت اللي هو من 12 ل 3. ليه؟ لأن اللحوم عامة وأكلات العيد عشان تتهضم بتاخد حوالي 8 ساعات. الناس فوق بيسألوا حضرتك، بيقول لك حتة كبدة نية كده لسه يا دوب عليها شوية ليمون وشوية فلفل اسود، ايه دي يعني؟ في بعض الأشخاص بيحبوا يتناولوها كده، فعلا دي حقيقة، في بعض الأشخاص بيحبوا يتناولوها كده، بس دي مغامرة في الأول وفي الآخر، لأن الطهي بيقتل العديد من البكتيريا والميكروبات. أنا أول مرة أسمع عن حد بياكل كبدة نية. لا ده في مشاهير كمان بياكلوا الكبدة نية، ولكن دي مغامرة، أنا بعتبرها مغامرة، لأن في بعض البكتيريا والميكروبات اللي ممكن تكون معمول اللي موجودة على الكبدة، فيفضل إن احنا نشوحها طبعا ونعرضها للمعاملة الحرارية. فالكبدة من الحاجات المغذية وبتقي من الأنيميا، ولكن لا إفراط ولا تفريط. حابة أنوه للسادة المشاهدين اللي بيذبحوا النهاردة في العيد، كتير منهم للأسف بمجرد ما بيذبح اللحمة بيبتدي يكيس ويشيل في الفريزر. طبعا عايزين نخلص منها، بيشوف إنها مسؤولية وعايز يقضي العيد بقى واليوم وعايز يخلص من الدوشة دي. أقول ده أكبر غلط، لأنهم بيجوا بعد كده يشتكوا إن اللحمة لونها اتغير، ريحتها غيرت، اللحمة اخضرت، وخصوصا ان احنا كمان كمصريين بنكبس الفريزر كبسه، يعني ما بيقدرش ياخد نفسه. مهم جدا ان انا برص الحاجه في الفريزر يبقى في مسار لدوره التبريد اللي موجوده في الفريزر، اسيب الفريزر يتنفس. لما نذبح اللحمه لازم اللحمه تتشمع. يعني ايه تتشمع؟ يعني بعد الذبح مباشره واجيبها من الجزار، يفضل اجيبها في حاجات مكشوفه، اطباق مكشوفه، برانيك اللي هي بتبقى مخرمه او الاسبطه المخرمه عشان تتهوى. اجيبها عندي البيت، افرش حاجه على السفره مشمع او حاجه واحطها يكون عليها مروحه لمده ساعه ونص على كل جنب من اللحمه، يعني تاخد حوالي بالظبط اللحمه تبرد. هي مش زي اللي جايبينها من الجزار، الجزار بيبقى مبردها وكلنا بنلاحظ الجزار بيبقى معلقها في الثلاجه او بره ومغطيها بقطعه قماش. احنا هنعمل ده بس في البيت عشان اللحمه تتميز بخصائص كويسه وما يحصلش اي فساد او تلف للحمه. بعد ساعة ونص على كل جنب، يعني حوالي 3 ساعات، ابتدي اقطع وكيس ووزع او احفظ في الفريزر. دكتور بيبقى فيه عزايم الستات مش هتلحق، يعني لو حطت لو هتطهي مفيش مشكلة، مع ان احنا برضو ما بنحبس الطهي في نفس اليوم، ولكن احنا ما نقدرش نقول للناس ان احنا ما نطهاهاش، يعني لان الطهي في نفس اليوم تبقى اللحمة لسه شدة شوية، تاني يوم بيكون الطهي منها افضل. تاني يوم ايه دكتور بيقولك بياكلوها نية دلوقتي؟ احنا بنقول طيب الافضل، ولكن مفيش مشكلة لو اضطهد في نفس اليوم. انا عايزة اسأل سؤال اتفضل. دلوقتي الـ يعني زي ما حضرتك قلتي دي ثوابت، احنا مش هنقدر نطلع براها، وكده كده كلنا هناكل، اللي عامل دايت مش عامل دايت، اللي خايف على نفسه وعنده كوليسترول هنقلل، لكن الدهون ازاي نقللها في طريقة الطبخ؟ يعني هل حضرتك تنصحي بطريقة معينة نقلل منها الـ يعني خليني اقول الاضرار اللي ممكن تعود علينا من زيادة وزن؟ صحيح. يعني الفتة، احنا كمصريين بنعشق الفتة طبعا، والفتة على فكرة مصرية الأصل، يعني الفتة دي من أيام الفراعنة مصرية 100%. الفتة ياريت واحنا بنعملها نشيل وش الشوربة الدسم، هنطبخها بشوربة اللحمة وكل حاجة، ولكن هنشيل شوية، يعني نشيله شوية، يعني نحاول ما تبقاش الدسم. بدأت تتحركي الثوابت يا دكتورة، وده مش اتفقنا. لا يا فندم، بس برضو عشان ما نحسش بالتخمة والكسل ويجي لنا عسر هضم. أنا بقول لحضرتك برضو هضم أكلات العيد بيستغرق 8 ساعات، فالفتة من الحاجات القيمتها الغذائية. فيهم وجبت مرتين أصلا. بالظبط، وده اللي بيجيب مشاكل. الفتة من الحاجات قيمتها الغذائية مرتفعة جدا، بتدي طاقة غنية بالمعادن والفيتامينات، وجود العيش البلدي كمان في الفتة ده غني بالألياف، فالفتة عندنا من الأكلات الجميلة، والثوم اللي بيقوي المناعة هي بصراحة كنز من الفوائد. ويا سلام بقى لو معاها حبة فشة أو لحمة راس أو لحمة مسلوقة، ولكن الفتة يفضل إن احنا نشيل وش الشوربة، ما نكترش عن حتتين جنب الفتة، يعني احنا لسه قدامنا العيد برضو، احنا مش هنحرم الناس، ولكن يعني عايزين حتتين يا فندم، معلش حتتين يعني حتتين لحمة، ما انا ما بحاول افهم حتتين لحمة يعني، لان احنا برضو لينا احتياجات غذائية، جسمنا ليه احتياجات غذائية. بس بالعكس، طب ما نكتر من البروتين ونقلل من الفتة.
البروتين لو بدأنا بيه الوجبة فعلا وجينا ناكل الفتة، هتلاقي حضرتك مش هتاكلي كميات كبيرة في الفتة. ما أنا رأيي كده ناخد بس أكتر. برضو يعني نكتر قد إيه حضرتك حابة ناكل قد حسب إيه؟ كل واحد يعني من حتتين لثلاثة يكفي. السلطة كمان جنب الفتة من الحاجات المهمة قوي وإحنا بننساها، لا هتدينا شعور بالشبع ومش هتخلينا ناكل كميات كبيرة في الفتة. أستاذ شاذلي بدأ يبص لي ويعني لا هو بيحلم بالفتة دي بس مش محتاجين شعور بالشبع هنشبع لما ناكل، مش عايز أحس إن أنا شبعت قبل ما آكل. مريض الكوليسترول وضغط الدم المرتفع ومريض القلب أنا بنصحه باللحمة المسلوقة، ويا ريت نشيل السمين شوية من اللحمة ما نكترش منها عشان ما الاقيش بقى الدنيا باظت بعد الغداء. طبعا الشباب اللي زي حضراتكم وزينا كده مفيش مشكله ناكل لحمه محمره، يبقى في سمين في اللحمه على اساس ان احنا هنتحرك ونروح ونيجي ونخرج، ده بيدي فرصه طبعا لحرق الدهون. السمين احسن، هو الدهون على فكره من الحاجات الصحيه اللي موجوده في اللحمه، هي من الحاجات الصحيه، ولكن انا ضد الاكثار منها من الدهون الصحيه، الدهون اللي موجوده في اللحمه، ولكن انا ضد الاكثار منها. طب دكتور الكوارع بقى البعض يقول لك ده كولاجين للجسم او للبشره ده بجد؟ ده حقيقي فعلا. الكوارع من الاكلات الشهيه جدا، ويفضل واحنا بنعمل الكوارع ان احنا ناخد الارجل الاماميه للحيوان، بتكون افضل في الكوارع. شكلك كده مالكش في الكوارع يعني انا عارفه انا عارفه الفايده بس يعني ما. هي سبحان الله ليها، لان بتحتوي الكولاجين ده عباره عن بروتين فيه احماض امينيه مفيده لصحه الشعر والبشره، يعني ده مش اختراع حقيقه يعني ده حقيقي. والنخاع اللي جوه الكوارع والناس تحطها كده على الترابيزه وتنزل اللي جواها بالظبط كده، بس اوعى على البنوره بس بتاعت السفره. كل دي حاجات مرتفعه القيمه الغذائيه، ولكن مريض الكوليسترول بقول لك كل الكوارع من بره وملكش دعوه بالنخاع اللي جوه. طيب هي اللحمه والكبده معقده في الهضم صعبه يعني؟ طبعا البروتين بشكل عام من الحاجات اللي بتاخد وقت في الهضم، يعني حتى يعني الفول حتى ما هو من البروتين النباتي بياخد وقت عشان يتهضم، وعشان كده سمي بمسمار البطن. فاللحوم بشكل عام بتاخد 8 ساعات، فانا عشان كده بقول بلاش نكبس 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 كله ورا بعضه، لان هنيجي في نهايه اليوم في عسر هضم. لا وبلاش نشوحها بالثوم بقى والحاجه، لان الثوم ده اصلا بيتعب القولون اكتر. بالنسبه للكوارع ولا بالنسبه للحمه حضرتك؟ انا مش في الطبخ قوي، هو طبعا كل الحاجه ما كانت خفيفه. في لحمه بتشوح بثوم اصلا؟ أكيد. لا هي الكبده اللي بتتشوح ممكن بتوم، الكوارع الحاجات دي لحمه. لا اللحمه بتتحمر بتتحمر اللحمه بتتحمر. اللحمه المحمره زي ما قلنا نسبه الدهون فيها عاليه، هي شهيه طبعا. وعلى فكره المذاق الدهني في الاكل ده بيحلل الاكل طبعا، يعني من الحاجات اللي بتحلل الاكل ان الماده الدهنيه اللي فيها، عشان كده حضرتك قلت لما بنشيل وش الشوربه الفته ما بيبقاش ليها طعم. ولكن هو سبحان الله برضو زي ما هي ليها فوائد الدهون، هي الاكثار منها بيكون ليه تاثير ضار. ده احنا كمان بنحمص العيش كمان في سمنه؟ لا لا ده بقى لا خالص. ليه او في حتى في حته ليا لا نحمص العيش بتاع الفته؟ ايوه ايوه انا مع عارفه ان في ناس ممكن بتحمر العيش، لا نحمصه والله وهتلاقي نفس الطعم. نحمصه في الفرن ده بيكون برضو من الحاجات الصحيه، حضرتك فكرتني بالنقطه دي ان احنا نحمص مش صحي؟ العيش نحمص العيش صحي. انت بتعملها ازاي شاذلي؟ بيتحمص في سمنه بعض الاسر حته ليا مثلا بتحمص نحمص العيش نشفه كده كده الدهون بتبقى عاليه قوي. على فكره جرام الدهن الواحد بيدي 9 سعر حراري، فتسع سعر حراري ده رقم مش قليل، لان طبعا حضرتك مش هتاكل جرام واحد، ده في الشوربه وفي في العيش وفي في اللحمه واشياء اخرى كثيره يعني على مائده الاسره في العيد. فعشان كده بنقول 9، عشان كده الناس تطلع زايده من العيد بالثلاثه والاربعه والخمسه كيلو، لان السعرات الحراريه للدهون اللحمه بتديني 4 سعر حراري، الدهون بتديني 9 سعر حراري. ناس كثيره بتحب الشوي في العيد، والشوي يعني احنا كعاداتنا كمصريين بنحب الشوي على الفحم. طبعا هو الشوي الصحي في الشواية الكهرباء او الشواية على البوتاجاز، ولكن احنا عندنا ثوابت الناس بتحب انها تشوي على الفحم. مشكلتي مع الفحم ان الناس بتحط المادة الغذائية او اللحمة تقريبا لازقة في الفحم عشان تستوي بسرعة، عشان تستوي بسرعة عشان تاخد من ريحة الفحم وبعض المعتقدات الكثيرة دي، ولكن ده خطأ، لان احنا بنطلع دخان. الدخان ده عبارة عن مواد كربونية بتترسب على سطح المادة الغذائية، ودي بعد كده بيكون ليها تأثير ضار جدا على صحتنا. لكن لو مرة اعتقد تعدي يعني لو مرة هتعدي، ولكن الصح ان احنا شبكة الشوي تكون على ارتفاع حوالي 10 سنتي، ونحط الشبكه عليها الماده الغذائيه بعد ما نخلص الدخان الابيض الكتير الهبو اللي بيطلع في الاول ده، لان ده فعلا بيبقى مرتفع في نسبه الكربون. في بعض الناس بتوصل المشويات لمحروقات، يعني بيحرقوها بينسوها بتتنسي، بيحبها مقرمشه بتلاقي حاجات سودة كده، محروقات دي مش مشويات يا جماعه.
فده طبعا بيكون له تأثير ضار جدا على صحتنا. كل ما اللحمه كانت رفيعه وكل ما كانت مثلا من العرق الفليتو بيت الكلاوي الحتت اللي فيها برضو نسبه دهون دي بتكون اللحمه اسهل في النضج وبتكون اسرع وتتقطع رفيع وتتبل بميه البصل والليمون ده بيديها طعم شهي. ويا ريت مع العيش البلدي والبقدونس، البقدونس ما يتنسيش مع المشويات لان البقدونس عندنا بيساعد في امتصاص الدهون. عظيم، كلوا يا جماعه زي ما انتم عايزين بس بكميات محدوده زي ما الدكتوره منال قالت، مريض الكوليسترول يقلل شويه وكل الناس تاخد بالها في الكميات مش اكتر، ونحاول نقلل الدهون في الاكل قدر الامكان او قدر المستطاع، لكن هناكل فته وهناكل لحمه وهنبسط. كل الشكر لحضرتك شرفتينا. شكرا لحضرتك، وعايزه الناس ما تنساش تشرب شرب الميه، شرب الميه من الحاجات المهمه جدا جدا بعد الاكل جداً. بقى دكتوره ان شاء الله بعد الاكل باذن الله وناكل مش عايز المعده تتملي باي حاجه صحيح. ونصيحتي الاخيره للساده المشاهدين ناكل وما نكترش وبصحتنا ما نفرطش. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا دكتوره منال.